It's my pleasure to welcome you to the opening ceremony of the 6th Annual Middle East Pre-Moot Court Competition. تشارك الجامعة في المسابقة التي تقام سنويا في العاصمة النمساوية فيينا والتي ستجري هذا العام من 17 إلى 24 من مارس الجاري. الفريق الذي سيمثل الجامعة في المسابقة يتكون من 7 طالبات من كلية القانون. This is an amazing opportunity in preparation of the Vienna International Moot Court Competition on Commercial Arbitration, which will take place in March in Vienna, Austria, and RUW College of Law is registered for the competition with a team of 7 brave and well-prepared students who will compete with 200 university teams at international level. The first step has been to select the student. Basically, with the dean, we agreed to select students enrolled in the third and fourth year based on their GPA or on their written and oral skills. وهذا العام تشرفت الجامعة الملكية للبنات باستضافة المرحلة التحضيرية للفرق المشاركة من منطقة الشرق الأوسط من 9 إلى 13 من فبراير الماضي. الفرق المشاركة هي تمثل جامعات من أفغانستان، الأردن، الكويت، السعودية، العراق، تونس والبحرين. Then we started training the girls and working on the memo, the official document that you have to submit to Vienna in order to participate in the competition. نشكر الجامعة على هذه إن هي أتاحت لنا هذه الفرصة إن إحنا نكون مشاركات لأول مرة وإن الجامعة تكون هي الجامعة المستضيفة لهذه المسابقة. المسابقة عن إن يعطونا الفرصة عشان نكتب مذكرة المدعي والمدعي عليه وبعدها نترافع أمام لجنة التحكيم التجاري اللي هي تختلف عن المحاكم العادية اللي اسمها الأربيتريشن. شاركت في هاي المسابقة لأن حسيت إن من الجانب العملي إحنا وايد بنستفيد لأن نقدر نقدم كيس حقيقي ونقدر يعني نكون من الطرفين المدعي والمدعي عليه ومن هاي الطريقة اكتسبنا وايد مهارات بحيث أن تعايشنا مع هذه المسابقة كأنها قضية حقيقية واجتهدنا لحل هذه القضية ما يقارب 3 شهور لكتابة المذكرات القانونية بين المدعي والمدعي عليه. كل الفرق خضعت للمناظرات التحكيمية وذلك بحضور محكمين أتوا من مختلف الدول أيضا ولهم خبرة في مجال تسوية النزاعات التجارية الدولية. وقد حصدت الجامعة المركز الثالث وفاز الفريق بجائزتين، واحدة لأفضل مذكرة دفاع والثانية لأفضل مناظرة شفهية. Got a great achievement. No one was expecting such a result. We arrived third. We won 2 awards out of 5. واحدة مالت أحسن المتحدث حق من طرف المدعي والثانية حق أحسن مذكرة حق المدعي عليه. كانت جائزة أفضل مترافعة يعني أنا ما توقعتها أمانة لكن من الفيدباكس اللي الملاحظات اللي حصلناها من المحكمين نفسهم الملاحظات التدريبات اللي كنا نتدربها في الجامعة أكيد أضافت وايد على علي أنا شخصيا قدرنا نتغلب على كافة الجامعات اللي كانوا عندهم خبرة فهاي هاي الدافع وايد قوي على أساس إن إحنا اللي رحنا النمسا إن شاء الله وصلنا هناك نعدي ونوصل ونحصل جوائز هالمرة حصلنا جائزتين المرة إن شاء الله الجاية نحصل أكثر لأن إحنا نقدر بمجهودنا ومجهود الدكاترة ولولاهم ولولا فضلهم ومتابعتهم للأمور كان إحنا ما وصلنا هاي الشيء ولكل طريق ما صعبة وعثرات هذا ما مرت به الطالبات أثناء تحضيرهن للمسابقة تجربة متعبة جدا 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 لدرجة ان احنا ما كنا نشوف بيتنا ما كنا نحضر يعني كان اغلب وقتنا في الجامعة من 6 ل 7 ساعات على الاقل احنا بس نشتغل على المذكرات مذكرات المدعي مذكرات المدعي عليه وكل واحدة لازم تكون عندها الفاكتس مكتوبة وانها تبرز حق اليوم الثاني يعني لو نتم متأخر في الجامعة وما يهم اليوم نروح البيت نشتغل حق اليوم الثاني اللي بيه لأنه
بعد بيكون عندنا شغل زود. وصرح رئيس الجامعة الدكتور مازن جمعة أن الجامعة تؤمن بأهمية ربط الدراسة بقطاع العمل، مما يؤدي إلى تطوير مهارات الطالبات في هذا المجال. وقد تركت هذه المسابقة بصمة في قلوب الطالبات، فقد مارسنا فيها ما تعلمناه طوال فترة دراستهن. واختبارا للعمل الجماعي، وهو عرض الحجج القانونية على لجنة من القضاء التحكيم التجاري. لحظة قعدتنا قدام لجنة التحكيم كانت شيء وايد وايد صعب اني اوصفه في كلمة واحدة. كانت عرفنا احنا ليش تعبنا طول هالشهور. بعد تبين تعيدين هالتجربة، وبعد من كثر ما تحط فيك شغف هالكمبيتيشن ان انت تروحين من ستيب 1 لستيب 2، من ستيب 2 لستيب 3، وتكملين. لان اشتغلنا على المذكرات القانونية للطرفين المدعي والمدعي عليه من شهر نوفمبر 2015 إلى شهر يناير 2016. وإن شاء الله هذه المسابقة لها تأثير قوي ما بعد التخرج، في حالة أن أصبحنا محاميين راح نتعلم شلون نكتب مذكرات القانونية بين المدعي والمدعي عليه، واكتسبنا خبرة بالتعرف على العديد من المشاركين من مختلف الدول. اللي صار في البحرين عندنا في الجامعة الملكية أعطانا دافع أن إحنا اللي نروح فيينا نتأهل للدور 64 من ضمن 300 جامعة من أنحاء العالم. هاي الشيء صدق إنه هو صعب، بس إن شاء الله إحنا قدها وبنقدر نوصل حق هالمستوى. لأن هاي المسابقة علمتنا، فهمتنا، عرفنا شنو باكر في المستقبل ممكن يتصادفنا بالمواقف، عرفنا شلون نقرأ قضايا، شلون نحللها، شلون نطبق القانون عليها. فأتمنى أن في فيينا نتفوق، ومو شرط أن يعني في هاي المسابقة أن الواحد يفوز، بالعكس التجربة هي أهم شيء في هاي المسابقة. I wish to this girl, to my team, all the best. Because what characterize our UW team is that we are working all together and we are really enjoying it. So good luck, RUW. والشكر للدكتورة ماريا، هي اللي ساعدتنا في التدريب من أول يوم المسابقة لآخر يوم. وأكرر شكري لرئيس الجامعة وللدكتور العميد بسكال وللدكتورة لونا ولجميع دكاترة القانون. ها هنا طالبات الجامعة الملكية يعملن بجد واجتهاد ومنطلقات بقوة إلى المرحلة القادمة في فيينا، وكلهن فخر لتمثيل مملكة البحرين.